خداع الاستراتيجي يعني ايه؟ يعني انك تقنعهم بانك لا تمارس خداعا استراتيجيا. عارف الخداع هو ايه اللي عمله الرئيس سادات؟ انه بدا على وجهي عكس ما ينبغي ان يكون عليه الامر. الرئيس سادات رسم صورة ذهنية لنفسه هي تبدو تماما عكس حقيقته اللي تبدت بعد 73. قد يضحي رئيس الجمهورية بصورته الذهنية وبالانطباعات السلبية عنه في سبيل خطة أسمى؟ بدون شك، ما السادات هو المثال الرئيسي.